السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوف معكم طريقه تطبيق ايكون. اول حاجه كيف ما جرت العاده غادي نتعرفوا على كتالوج ايكون. كيف ما كتلاحظوا في الكتالوج عندنا مجموعه ديال لي زابليكاسيون، تقريبا عندنا 5 ديال لي زابليكاسيون. اول ابليكاسيون كاينه هي اف ماربل بروت، كاينه كذلك اف كروكو، وكاينه اف ترافيرتين، وكاينه اف تدلاكت، وكاينه اف بيير باي. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوف معكم طريقه تطبيق قبل ما ندوزو لطريقه التطبيق غادي نتعرفوا على الماتيريال ديال لابليكاسيون. كنحتاجو طالوج لينوكس، موز ديال اندرويد لينوكس، كنحتاجو روس فرام، كنحتاجو بانسو، كنحتاجو كذلك اونجي. بعد ما تعرفنا على كتالوج ايكون وعلى ماتيريال لابليكاسيون غادي نتعرفوا على طريقه التطبيق. بقاو معنا في تتم الفيديو. كيف ما كتلاحظوا في الصوره كنحتاجوا الايكون، كنحتاجوا الديكو فوندو والاوضه فيرني. بالنسبه للايكون كيجي في امبالاج ديال 5 كيلو، كيجي في امبالاج ديال 20 كيلو. بالنسبه للمرضونيه ديالو التيرون ديالها في كل كيلو ما بين نص متر حتى المتر كاري على حسب الطريقه ديال التطبيق. قبل يعني ما ندوزوا لطريقه التطبيق ديال الايكون كنحتاجوا الديكو فوندو. من بعد ما كنهي الحيط ديالي كنخدم الديكو فوندو مباشره على الفيني، وعاد كندير التطبيق ديال الايكون. بعد ما يشوف لي الفوندو ديالي كنطبق عليه ايكون. طريقه ديال الشارج ديالي كنشارجي بحال لوندوي، كنعتمد على موس اينوكس اولا بلانا اينوكس. بعد ما كنشارجي الحيط ديالي كنحاول انني نقاد لا شارج. مباشره من بعد ما كنقاد لا شارج كان دي سي وكنحيد لا شارج الزايده. كما هنا كيف ما كتلاحظوا في الفيديو كان دي سي في اتجاه اللي غادي ندير فيه العروقه ديالي. مباشرة كنحاول انني نخدم الموتيف على شكل طابوطاج. كنطابوطي وكنجر، كندير جرات خفاف. طريقة سهلة وكيف ما كتلاحظوا في الفيديو ما فيهاش يعني شي مجهود. الشكل من طبيعة الحال كيبقى على حسب الرغبة وعلى حسب الطوق. هنا كنعتمدو على الطريقة اللي جا بها في الكتالوج. كل ترابة خدمتها كندير لها ليفي ديالها، من بعد كنكمل. البلاصة اللي عندي لاشارج فيها الزايد كنحاول نقصها ونعاود نكري الموتيف. في حالة ما عجبنيش الموتيف في شي جهة نحاول انني يعني نليسيه ونزيد ليه لاشارج ونولي عاوتاني نكري الموتيف بالشكل اللي بغيت. من بعد ما تنسالي البانو تنعطيه واحد شويه ديال الوقت قبل ما كيشد راسو، تقريبا ما بين 10 دقائق ربع ساعه على حسب الجو وعلى حسب الهيئه حتى ديال الحيط. وكنحاول نليسي، كنبدا الليساج في البلايص اللي هما ليس باش كنسهل عليا عمليه ديال الاستيكاج. ومن بعد كنحاول نطيح هذوك البلايص اللي درت لهم طابوطاج، يعني اللي كريت بهم فيهم الموتيف، باش نكمل الاستيكاج ديالنا بنفس الطريقة.
سالينا الاستيكاج ديالنا كنخليوه حتى كينشف 100% وكنطبقوا الاودا فيرني 500 كيجي في امبالاج ديال الكيلو. يمكن ليا نخدم به ديريكت من الطاسه ديريكت للحال، ويمكن لي كذلك نزيدو واحد النسبه ديال 5% ديال الماء. هنا كيف ما كتلاحظوا كنحاول نحيد الى بقاو لي دي غران في الحال باش ما يلصقوا لياش في لابليكاسيون ديال الفيرني، لانني خاصني نحصل على فينيسيون ليس للاستعمال ديال البانسو. كنحاول نشارجي هذوك البلايص اللي فيهم لي في هما الاولى بالفيرني. مباشره كناخذ البونجا وكنحاول نمسح الفيرني الزايد باش كيعطيني لون واحد في لاسيرفاس كامله. الطريقه اللي تنمسح بها ماشي ما فيها حتى شي مجهود، طريقه سهله ما كنبذلش يعني شي مجهود كبير باش انني نمسح الفيرني، لانه كيعطيني واحد الوقت باش نمسحو. هنا بالنسبه البلايص اللي مازال ما وصلتش ليهم، يعني مازال ما وصلش ليهم الفيرني، كنحاول نمسحهم مزيان هكذا فاش كنعاود نكمل لابليكاسيون ديال الفيرني ما كيخرجليش مشكل ديال الروبريز. كيف ما كتلاحظوا في الصوره هذا هو الشكل النهائي ديال ايكون من بعد ما طبقنا عليه الاودا فيرني 500. حصلنا على هذا الشكل هذا الرائع، نتمنى انه يكون عجبكم. طريقة التطبيق تكون واضحة، طريقة الشرح كذلك تكون مبسطة. إذا عجبك الفيديو متنساش لايك، إذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو متنساش أنك تشترك معي في القناة.